من كنيسة المريمية تصاعدت الابتهالات للتخفيف عن السوريين في أزمتهم، وفيها كانت الصلوات لنصرة سوريا ولسلام يعم كافة أراضيها. وفي سوريا اقتصرت احتفالات عيد الفصح لهذا العام على القداديس والصلوات نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وسط الأحداث التي تعصف بالوطن الأم سوريا الحبيبة، والأخطار التي تهدد البيوت، والأحزان التي تملأ النفوس، أقيم في كنيسة المريمية صلاة احتفالاً بقيامة السيد المسيح ومن أجل النصر لسوريا، حيث أكد يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق على اللحمة الوطنية التي يتمتع بها جميع السوريين من كافة الطوائف، وعلى التخفيف من وطأة هذه الظروف على كل المواطنين جراء الصعوبات التي يمرون بها. من جانب آخر، وجه يوحنا العاشر نداء إلى المجتمع الدولي لحثه على بذل كل ما بوسعه في سبيل إيجاد حل سريع للوضع في بلدنا الحبيب سوريا والإفراج عن جميع المخطوفين. إن المسيح بقيامته أكد للجميع بأن ذاك الذي حسب مع الأسم إنما هو بالحقيقة سيد السماء والأرض، قام فأقامنا معه، انتصر كمحب ونحن كمحبين انتصرنا، لأن من خواص المحبة أن تجعل كل الأشياء مشتركة بين المتحابين. خلال الصلاة وجه الإخوة المؤمنون معايداتهم إلى جميع السوريين آملين النصر لسوريا وأن يعم السلام داخل أراضيها. نشكر هذا اليوم ونتمنى لجميع الأمم والذي يريد الهلاك لهذه البلد، نتمنى له الهدوء والتروي وعدم إزعاج هذا الشعب الجميل. الله يعيده على جميع الناس وعلى بلدنا وعلى رئيسنا، وإن شاء الله تنتهي الأمور كلها بخير وسلامة. كل أملنا واللي ناطرينه نحن القيامة الحقيقية لسوريا، لسوريا يلي حاجت عذاب، ناطرين قيامة لتطلع سوريا المتجددة، سوريا القوية. وفي ختام الصلاة عول جميع الموجودين أن يعيد الله إلى وجه بلدنا سوريا الحبيبة البسمة حتى توزعها على أبنائها فرجاً وسعة عيش وطمأنينة وأماناً، وأن يعيد هذا العيد على جميع السوريين أينما وجدوا تعزية وأملاً وفرحاً. أكد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية والقدس للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام أن العمل لأجل المصالحة في سوريا له بعد إقليمي لتحقيق المصالحة بين العرب أنفسهم، داعيا إلى المشاركة يوم السبت المقبل بالصلاة لأجل السلام في سوريا. وقال البطريرك لحام خلال لقائه أمس وفد الهيئة الدولية لدعم المصالحة والتضامن إن السلام في سوريا ولبنان والأرض المقدسة هو شرط للسلام العالمي والإنساني الذي نسعى إليه جميعا. وتابع البطريرك لحام: نصلي من أجل نبذ العنف ومناهضة الحرب ورفض منطق السلاح، لأن هذا الفعل هو ضد أي منطق إنساني ودعوة إيمانية، ولأن الجهاد الحقيقي هو جهاد السلام. وفي